السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم داليا الهادي من مطبخ ديدي. النهاردة بقى بمناسبة البرد والشتاء القارس قوي اللي احنا فيه ده، النهاردة هنعمل حمص الشام بطريقة حلوة. انا عن نفسي عجبتني بطريقة الشيف شربين، ان انا بحبه جدا. هوريكم الطريقة، ويا رب يا رب الوصفة تعجبكم. احنا مش بنعمل وصفات من دماغنا، احنا بنجتهد. تاخدي وصفة من حد بتحبيه تزودي عليها تنقصي. الأكل ده بتنتي بتعمليه بحب وبتعمليه كده لولادك، ديكي بقى مطلق الحرية تزودي تنقصي. بس الوصفة الأصلية بصراحة بتاعت الشيف شربيني، وحبيبي الراجل ده أنا بحبه زي أبويا وبحب وصفاته قوي. فأنا هوريكم هعمل ايه. أول حاجة أنا طبعا جايبة حمص اهوت. الحمص ده أنا نقعاه بالليل، بصوا كده بقت قد ايه ما شاء الله كبرت، بقت قد ايه. انا نقعاه من بالليل، تمام. سخنه ميه على النار طبعا دلوقتي عشان هسقط فيها الحمص. طبعا لما انت بتحطي الحمص على في ميه بتحطيه تنقعيه في ميه طول الليل، بيبقى تاني يوم حلو وبيستوي بسرعه. الحبايه بتبقى نافشه كده وما شاء الله وكبيره وحلوه وطعمها حلو. ماشي، مطلوب ايه للحمص بقى حبايبي؟ مطلوب شوبين من ده طماطم. انا ضربه الطماطم ديت مع 3 فصوص ثوم كبار وقرن فلفل حامي، تمام. ليمونه كبيره او ليمونتين صغيرين زي ما انتوا عايزين، وثوم برضو، لان انا برضو مش حاطه ثوم كتير قوي، لان انا هحط الثوم في الاخر كده بعد ما مع الحمص يستوي في الصلصه هبتدي اطعمه بقى واضيف عليه الحاجات اللي بتخليه حلوه بقى، والليمون وكل البهارات. معلقتين ملح كبار، معلقه شطه، معلقه بابريكا، معلقه كمون، نص معلقه بودره ثوم، ونص معلقه بودره بصل. حلو كده. فاضل اخر حاجه، ده اختياري. لو انت عندك حاطه بودره الثوم وبودره البصل اكتر فعادي، ممكن ان انت ما تحطيش البصل الفريش. بس انا بحب البصل الفريش وبقطعه قطع صغيره كده في الحمص، بيبقى طعمه جميل. تعالوا مع بعض نشوف هنطبق الوصفه ازاي، يا رب تعجبكم. وفي الاخر برضو قبل ما ابدا الحلقه ما تنسونيش يا جماعه في اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنعملها في القناه. يا رب كل حاجاتي تكون بتعجبكم. طبعا مستنيه ارائكم وكومنتاتكم، وتعالوا نطبق الوصفه. اهوت الميه بتغلي، انا اصلا حطاها بقالها شويه. هبتدي احط فيها الحمص ده كله ما شاء الله. بصوا الحبايه كبيره ونافشه وجميله قوي. طبعا المشروب ده مصري، مشروب مصري 100%، الناس كلها بتموت فيه وبتحبه جدا، وبالذات الايام الساقعه المتلجه دي بيبقى رائع، اكتر من رائع يعني. خلاص هنسيب الكلام ده يغلي، واول ما الحبوب دي تبتدي انها تخش على سوا شويه هبتدي احط عليها الايه، المطيبات اللي احنا جايبينها، البصل والثوم والليمون والصلصه وكل الحاجات دي. بس بالاول تغلي شويه واحط عليها الصلصه. بصوا بقى يا حبايبي، اهوت الحمص ما شاء الله داخل على سوا اهوت. انا بحب امسك كده حاجه تقيله، بخاف من النار قوي كده. اول ما كده هيبتدي ان هو يدخل على سوا نبتدي نحط عليه ايه، الحاجه اللي احنا عاملينها. امسك بس كده اقلب شويه، بس انا خايفه من النار قوي، النار بتلسع. بصوا كده يعني داخل على سوا اهوت، تمام. رب تكونوا كده شايفين معايا. ابتدي بقى ان انا ايه، احط الماء القوطه اللي انا فرمها فيه. تمام، حطينا كل الطماطم بقى. حلو كده. نقلب بقى، نبتدي بقى نعمل ايه، اهيت الثوم. حط معلقه الثوم المفرومه
هنحط بقى ايه زي الشيف شربيني حبيبي بقى زي ما قلت لكم ان انا بحب كل وصفاته بيحط الليمون بيعصر الليمون مع الحمص وهو بايه بيغلي وهو بيستوي. اعمل كده بس عشان لو في بذره ولا حاجه وهحط قشره الليمون بذره تبقى وقعت من النص الباقي متستغربوش بصوا البذره قد ايه. تمام عادي اهو كده هنقلب البصل اجيب البصل كمان البصل اهو هقطعه كده عشان ايه يستوي مع الطماطم اهو الريحه ابتدت تطلع من قبل ما تستوي ما شاء الله طعمها جميل. بحب انا الاكله دي بحب الوصفه دي قوي بيدفي قوي في الشتاء. تمام ايه تاني اللي ناقص دي اهو البهارات بتاعتنا كلها هحطها وهننسى بقى ايه الكلام ده بقى على النار هننساه بمعنى كلمة هننساه نوطي عليها النار ونخليها بقى ايه تستوي ايه على نار هادية كده بقى مع نفسها شوية كده هتدوقوا احلى حمص الشام. هقرهه لكم بقى بعد ما نيجي ان شاء الله نفرغه في الكوبايات وهتدوقوا احلى حمص الشام في حياتكم. وادي هو يا جماعة حمص الشام بعد ما غرفته استوى بقى جميل. بس عايز اقول لكم حاجة ان نص ليمونه اللي بنحطها في الحمص وهو بيستوي يعني شويه كده نبتدي نشيلها عشان ما تمررش الحمص بس مش اكتر من كده. بصوا الجمال بقى بصوا الحلاوه مشروب جميل وتحفه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم واخيرا وليس اخيرا اللهم اغفر لي ذنبي كله قليله وجله ظاهره وباطنه وعلانيته وسره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.